بعد قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم 15 من آب لعام 2017 يوما للاقتراع والفرز لانتخابات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في هذا العام بانتظار اتخاذ مجلس الوزراء بحلها. وبعد المذكرة النيابية الموجهة لمجلس الوزراء بحل المجالس البلدية قبل المدة القانونية، ما زال موعد الحل مبهماً. مواطنون تباينت آراؤهم حول حل المجالس البلدية مبكراً وقبل المدة الدستورية أو استمرارها في عملها إلى حين الانتخابات. والله المجالس البلدية حالة ضرورية، وجلالة الملك يعني هو رأيه هو فوق الكل. أنت ما حلها قبل مدة القانونية طيب؟ والله يا سيدي المهم انه اذا في فائده من حلها قبل، اذا في داعي وقضيه وطنيه لحلها ممكن، واذا ما في داعي اسباب موجبه ما في داعي. حل فاشل، دعا انه مجلس بعض اعضاء مجلس النواب اللي وصلوا لمجلس النواب بطريقه غير مشروعه، لانه اصلا قانون الانتخاب اللي تنفذ قانون مش مزبوط ولا في مواطن اردني راضي عليه. ليش يحلوها قبل وقتها؟ ليش في سبب؟ انا كمواطن اردني ليش تحل مجالس بلديه وتجيب من عندك ناس ما لهم علاقه في البلديات تحطهم رؤساء لجان؟ مو في سؤال بطرح نفسه؟ هذا السؤال بطرح نفسه. يكملوا مدتهم وسووا انتخابات. اما انا بقول لك ليش مجلس النواب بده يلهي الناس في انتخابات البلديه. نعم ما قامت بالدور المرجو منها 100%، ما لم تقم بالدور التي المطلوب منها. نعم لا مش قبل ما هل انها هي مفعله اصلا مجالس البلديه؟ هي غير مفعله، فسواء حلها او ابقائها ماشي يعني ما راح يفرق، نفس الشيء. الممكن مفرق، ممكن اللي يفرق اذا تم التنظيم بشكل اسرع يعني ممكن، اما حاليا حتى هي وجودها وعدم وجودها ما لها اثر يعني. شوف يعني موضوع المجالس البلديه بالنسبه لي انا موضوع نسبي، بيختلف من بلديه لاخرى، بيختلف من محافظه لاخرى. في مجالس بلديه صدقا شفنا انها قامت بعملها على اكمل وجه، وبالعكس وبنتمنى يمددوا لهم كمان شوي على اساس يكملوا شغلهم. في مجالس بلديه والله ما يعني ما شفنا منهم اي اجراء واي يعني يعني يفضل انه ما كان في مجلس بلدي من الاساس على انه يكون موجود اصلا، لانه عباره عن زيادة أعباء مالية على البلديات وعلى وزارة البلديات وعلى المواطنين بالنهاية كمان بدون أي ناتج. فهي شغلة نسبية من وجهة نظري أنا، بتختلف من بلدية لأخرى يعني. الهيئة المستقلة للانتخاب أكدت على جاهزية الهيئة في الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها وسعيها للتطوير في أدائها تطبيقا لأفضل الممارسات والمعايير الناظمة للعملية الانتخابية في الشفافية والنزاهة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء في العملية الانتخابية. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.